في معهد باستور تونس وفي نطاق المشروع الأوروبي إنسبايت تم تكوين ورشة العلوم العلم مع بعضنا. إيش معنى ورشة العلوم؟ ورشة العلوم هو هيكل داخل مركز أبحاث يهدف إلى تقديم دعم إلى المجتمع المدني من خلال مشاريع بحث تنجز بالشراكة مع الجمعيات. إيه، أما كيفاش؟ الجمعيات والمنظمات نجم تبعث مطالبها ولسؤالها عن طريق استمارة تحطها ورشة العلوم على ذمتها مرة في العام على الموقع الإلكتروني تاع باستور ولا موقع جمعيتي. المطالب هذه لازم تكون تتعلق بالقضايا الاجتماعية الصحة ولا البيئة ونعطيه اهتمام خاص للمساواة بين الجنسين والفئات الضعيفة كما المراهقين ولا المهاجرين. ومن بعد؟ من بعد تكون ورشة العلوم لجنة علمية تتولى باختيار المطالب وتقوم تحويلهم إلى مشاريع بحث. نجم وقتها ننشروا للطلبة عروض متاع تربص ويكون عنا فرق متكونة من طالب من المؤثر الباحث الممثل عن الجمعية وورشة العلوم وتشارك وقتنا بعضهم بشيخ مشروع البحث.